والحديث ذا من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأشياء إلى ثلاثة أقسام. إن الحلال بين هذا قسم، وإن الحرام بين هذا القسم الثاني، وبينهما أمور مشتبهات هذا القسم الثالث. والأصل أن الأشياء من حيث الإباحة والتحريم تنقسم إلى حلال وحرام. ما وصل الأحكام؟ يا إما حلال يا حرام يا واجب يا مستحب يا مكروه. الواجب هو ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، يعني ألزمه الشرع، ألزم الشرع المكلف بأن يقوم بهذا الواجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الزول اللي بيفعل الواجبات ده يثاب، عنده ثواب عند الله تعالى، ويعاقب تاركه الذي لا يقوم بالواجب من غير عذر، فإنه يعاقب على تركه للواجب أو يعرض نفسه للعقوبة. المكروه هو الذي الأفضل بالعبد أن يتركه، وبعضهم عبر قال يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكن الأولى بالعبد أن يتركه. والمستحب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. زول بيذكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. انت كون تسبح اليوم كله ده شيء مستحب، إذا فعلته فإنك تؤجر، وإن لم تفعل التسبيح المستحب، لأنه في تسبيح واجب عند بعض العلماء كالحنابلة، فإنهم يقولون بوجوب التسبيح مرة مرة في الصلاة. فإذا لم يسبح التسبيح المستحب فإنه لا يأثم، لكنه فوت فضلا وفوت أجرا. وبقي أمران: الحلال والحرام، اللي هو المباح والمحرم. المباح الذي العبد فيه مخير بين أن يفعله وبين أن يتركه، إلا بعض المباحات فإن أحيانا تصير واجبة، كالأكل عند الحاجة إليه مباح لك تأكل، لكن أنت إذا محتاج للأكل، إذا ما أكلت بتعرض نفسك للهلاك، هنا يصير المباح واجبا، يصير واجبا. أما المحرم فإنه واضح أن التحريم في اللغة المنع، والمحرم الذي يعاقب تاركه، يعاقب فاعله ولا يثاب تاركه، ده في الأصل، لكن إن تركه خوفا من الله تعالى وتعظيما لله فإنه يثاب على ذلك. والدليل ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وذكره النووي في رياض الصالحين وفي البخاري ومسلم، وأيضا في هذا الكتاب الذي نحن بصدد مدارسته، وهو كتاب الأربعين النووية، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة
فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسيئة فعملها كتبها الله عنده كتبها الله سيئة أي واحدة. في بعض الروايات نقلها ابن عثيمين رحمه الله أن القسم الثالث وإن هم بسيئة فلم يعملها في بعض الروايات من جراء أي خوفا من الله تعالى، ترك المعصية خوفا من الله تعالى فإنه يثاب على خوفه هذا وعلى تركه للمعصية، كتبها الله عنده كتبها الله حسنة كاملة، عنده حسنة كاملة. ابقى الحديث ده قسم الأشياء لثلاثة، إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال واضح وبينهما أمور مشتبهات، كون الليلة الموية شرب الموية العادية دي حلال، ده أمر ما بيختلفوا فيه اثنين من المسلمين اثنان. كون شرب الخمر حرام هذا لا يختلف فيه المسلمون، إن الحلال بين واضح، وإن الحرام بين، لكن قال وبينهما أمور مشتبهات. مشتبهات أي تشتبه على العبد، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وزمان الصحابة بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما اشتبه عليهم، حتى أنزل الله عليهم وعليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، فصاروا لا يسألون إلا عند الحاجة الشديدة إلى السؤال، ويفرحون بإتيان الأعراب لأنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيستفيد الصحابة من سؤاله. طيب المشتبهات دي اشتبهت على العبد حلال ولا حرام، عشان كذي اشتبهت، والشريعة من فضل الله تعالى أنها لم تترك المؤمنين في حيرة، ما خلت الناس على إيمان في حيرة ده حلال ولا حرام بقوا في حيرة، لا، وإنما أرشدهم الله تعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبقوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. عشان كذا أنت أصلا يا حلال يا حرام في حاجة اشتبهت عليك طوالي تسأل، ما لقيت زول تسأله الحديث ذا أرشدك تعمل شنو؟ إذا اختلط عليك الأمر حلال ولا حرام تمشي تسأل، وتسأل زول معروف بسلامة المنهج، منهجه صحيح قائم على الكتاب والسنة بفهم الصحابة، مش بتسأل أي زول في التلفزيون جابوا خلاص تسأله، لا، في ناس بيضللوك وانت ما جايب خبر. شكيه محمد بن سيرين رحمه الله قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ما تشيل الدين من أي زول، وإنما تأخذ العلم عمن عرف بالعلم وبسلامة المنهج. بعد ذاك إذا ما لقيت زول تسأله واشتبه عليك الأمر تترك الشبهة، تترك الشيء، جاك نوع من أنواع البيوع وانت في السوق بعدين ما عارف ده حلال ولا حرام، اتصلت بزول عنده علم ما إلى آخره، أبى يرد عليك ولا مشغول ولا إلى آخره ولا التلفون مقفول إلى آخره، أنت طوالي شنو تبتعد من الشبهة تترك الشبهة. عشان كذي قال فمن اتقى الشبهات ابتعد من الشبهات وصار بينه وبين الشبهات وقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه لأن الشبهة التي اشتبه على عبد هي من الحلال أم من الحرام قد تكون من الحرام، فإذا تركها استبرأ لدينه، استبرأ السين والتاء للطلب يعني طلب البراءة في دينه فكان آمنا من أن يقع في الحرام، واستبرأ لعرضه لأنه إذا وقع في الشبهة
فإنه يعرض نفسه للكلام فيه. زول البقع في الشبهات الناس بتتكلم فيه، لكن إذا ترك الشبهات فإنه طلب البراءة في عرضه، فلا يقع الناس فيه، يترك الشبهات ويبتعد من مواضع الشبهات ومن أهل الشبهات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى. في عبارة أنا ما نسيت لكن فيها تعليق إن شاء الله، اللي لا يعلمهن كثير من الناس، لكن هنا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كالراعي يرعى حول الحمى، كذا الكتاب ده محمد أنا شنو؟ هاي ها؟ أيوة، وما وقع في الشبهات، جزاك الله خير، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، في رواية يوشك أن يقع فيه. زي زول عنده بهائم، وفي زول عنده حدود معينة، والحدود دي ما عامل لها حيطة ولا عامل لها سور بتاع سيليك ولا غيره، حدود بتاعة زراعة، وبعدين ما بيعفو، كمثال ما بيعفو، كان انت ظلمته ما بيعفو عنك. فده بدل يرعى بعيد ببهايمه بقى بيرعى شنو؟ حول الحمى مع الحدود. والبهايم ما بتنضبط، في بهيمة بتدخل تخرب الزراعة، في بهيمة بتدخل تاكل، وده ما بيعفو لك. فانت كان اولى ترعى شنو؟ بعيد. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، يقترب، يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، أي صاحب ملك عنده حمى وحدود. ألا وإن حمى الله محارمه، حدود الله التي جعلها لعباده، وليس المقصود حدود ملكه، لأن الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما إلى آخره، له الملك كله سبحانه وتعالى. ده ما المقصود تحدود تحديد الملك، ملك الله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك، وإنما المقصود تحديد حدود الله سبحانه وتعالى في الحلال والحرام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، حدود الله محارمه. عشان كي إنسان إذا حام حول المحارم وما ابتعد من الشبهات ومن موضع المحارم فإنه يقع في الحرام. كذي الشريعة جاءت بتحريم النظر إلى النساء، وبتحريم مصافحة النساء، وبتحريم الخلوة مع النساء، وبتحريم الاختلاط بالنساء، وبتحريم كل ما يفضي إلى الحرام. أي شيء يفضي إلى الحرام حرمه الله سبحانه وتعالى، وأمر العباد باجتنابه. ولا تقربوا الزنا، وفي الآية دي ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا، ولا تبتعد، أن تبتعد عن الشبهات، وأن تبتعد عن الحرام، وأن تفر منه فرارك من الأسد. ثم ختم الحديث قال: ألا وإن في الجسد مضغة لحم بقدر ما يمضغ صغيرة، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الأشياء على ثلاثة أقسام، وفي الأصل على قسمين حلال وحرام، ثم ألحق هذا القسم الثالث بالذين يشتبه عليهم الأمر وهم من أهل الجهل، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، حلال حرام مشتبهات. طيب، الفائدة الثانية أهمية العلم وفضل أهل العلم، لأنه قال وبينهما أمور مشتبهات، لم يقل لا يعلمهن الناس جميع الناس، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس،
فدل على أن هناك قلة من الناس يعلمون أصل الشبهة، هل هي من الحلال أم من الحرام، وهم أهل العلم، وهم أهل العلم. الفائدة الثالثة البعد عن الشبهات لمن اشتبه إليه الأمر، لأن البعد عن الشبهات فيه سلامة العبد في دينه وفي عرضه. الفائدة الرابعة خطورة الاقتراب من المعاصي ومن الذنوب كالراعي يرعى حول الحمى. الفائدة التي بعدها أهمية القلب، لأنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في شرحه للأربعين النووية قال والقلب للجوارح كالأمير للجنود. القلب ده قال لك للجوارح زي الأمير للجنود، الأمير هو اللي بيوجه الجنود وهو اللي بيقود للعدل وهو اللي بيقود للظلم، وكذلك القلب يقود صاحبه إما إلى الخير وإما إلى الشر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله سبحانه وتعالى. عشان كده ابن تيمية قال القلوب قدور والألسنة مقارفها، الزول دائما كل إناء بما فيه ينضح، الزول دائما بيتكلم بالشيل في قلبه ومهما أخفى في النهاية بيظهر. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. أي زول عنده شر في قلبه بيظهر إن طال الزمان أو قصر، يوم تبلى السرائر، السرائر ما يسره العبد. طيب في أشياء بتصلح القلب وفي أشياء بتفسد القلب، تكلم عنها العلماء، وقبل كده احنا عملنا فيها نصيحة في المسجد ده، فأنا ما داير شنو يعني أقود الناس إلى الملل، لكن نذكرها باختصار وهي واضحة. ابن القيم رحمه الله قال وأما مفسدات القلب الخمسة فهي كثرة الخلطة، أي مخالطة الناس في غير طاعة الله تعالى، والشبع ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، وكذلك أكل الحرام. ثلاثة قال النوم، أن تنوم عن الطاعات وعن الصلاة المكتوبة إلى آخر. أربعة قال ركوب بحر التمني، زول عنده أماني كثيرة وعنده شنو طول أمل. خمسة قال التعلق بغير الله، وده أخطر مفسدات القلب، وهذا الذي يقود صاحبه إلى الشرك بالله تعالى، يحب من دون الله، يحب بعد ده يقدم رضاه على رضا الله سبحانه وتعالى، يعبده من دون الله، يعتر يناديه لأنه قلبه ما معلق بالله سبحانه وتعالى وإنما معلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية. أما الذي يصلح القلب قال إبراهيم الخواص رحمه الله تعالى دواء القلب خمسة: تدبر القرآن. شكي بن باز لما سألوه عن ما يصلح القلب ذكر أشياء من ضمنها القرآن، واستدل بقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. لو داير قلبك ده ينصلح القرآن تتدبره، تقرأ الآيات اللي فيها عذاب تتدبره ما تمر فيها زاي، الآيات اللي فيها رحمة تتدبره، آيات اللي فيها ذكر الجنة فيها ذكر النار فيها ذكر الموت ذكر العذاب ذكر الرحمة إلى آخره، فأنت تتدبر كتاب الله وفيها ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وتعريف العبد بربه عز وجل إلى آخره. تدبر القرآن قال وإفضاء البطن للصيام، ده يصلح القلب، وقيام الليل
ومجالسة الصالحين. زول اللي بيذكرك بالله بيذكرك بالآخرة. والتضرع عند السحر، في وقت السحر تتضرع لله سبحانه وتعالى بيصلح قلبك، بيصلح قلبك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويكثر من قوله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. مجالسة الصالحين دليلة، مش الصالح ده اللي بيكذب على الناس بيطير وبيجي وبيعمل وبيقول بدي الجنة، ده ما صالح. زول بيشيل حق الله ده أصله ما صالح، ده مفسد وإن ادعى أنه من الصالحين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دليل على أن مجالسة الصالحين فيها إصلاح للقلب، الذين يذكرون الناس بالله والذين صحت عقيدتهم ويتذاكرون العلم والخير. قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحزيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا منتنة كريهة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. شكل السلف كانوا بيتجالسوا يتجالسون ويتزاورون. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، ووجبت محبتي للمتجالسين فيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. ما أنت جالس صاحب الخير بذكرك بالله: لا خلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وده بيصلح القلب، سبب لإصلاح القلب. فالإنسان يحرص على الخمس أشياء دي: يتدبر القرآن، يحرص على الصيام المستحب، ويحرص على قيام الليل وعلى مجالسة أهل الخير، ويحرص على التضرع عند السحر، يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يصلح قلبه. لأنه يا ناس رب العزة والجلال قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هس الليلة الناس مرات الواحد يجوع عشان القروش، يبقى شغال وتعبان وقت الغدا فات، يقول له هاي في تاني في شغل ووك يشتغل، وفات وقت الغدا يجوع عشان شنو؟ قروش. عشان أولاده ممكن يساهر، الولد عيان يساهر عشانه وخير. طيب يوم القيامة قال لك: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ده اللي بينفعك يوم القيامة، أن تلقى الله بقلب سليم وبعمل صالح. طيب أنت ليه ما بتعود نفسك الصيام عشان تصلح القلب، وعشان تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. زول زنوب مقرباه للنار، يصوم يوم واحد بس في سبيل الله، يزحوا من النار 70 سنة عشان يصل النار. وكونه زحى من النار معناه قرب من شنو؟ قرب من الجنة. شكل الجنة عندها باب اسمه باب الريان. ليه ما يساهر عشان يصلح قلبه؟ يقرأ القرآن ويتدبر ويجتهد ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصلي ويسجد لله تعالى. طيب في تفصيلات تانية، لكن الإنسان دائما يصلح قلبه ويراعي قلبه ويطهر قلبه. في أشياء كثيرة بتفسد القلب غير ذكرها العلماء، من ضمنها النظر إلى الحرام، من ضمنها الذنوب والمعاصي. شكي ابن القيم في إغاثة اللهفان قال: والفتن إذا مرت بالقلب، ده في المجلد الأول في بداية الأبواب وفي بداية الكلام،
نتكلم عن القلب وعن مصائد الشيطان وعن أثر الذنوب على القلب إلى آخره. قال والفتن مع القلب، قال كالبرد والحر. قال فالقلب السليم لا يؤثر فيه الذنب أو الفتن، لا تؤثر فيه الفتن لأنه سليم ويحافظ على سلامته بابتعاده عن الفتن. قال كما أن الجسد السليم لا يؤثر فيه البرد لأنه يتخذ وقاية من البرد بسلامته وبغير ذلك. قال والقلب المريض، قال تزعزعه وتؤثر فيه أقل الفتن كالجسد المريض فإنه يتأثر بأدنى حر أو بأدنى برد. الزول أسأل عيان يقول لك جيب البطانية غطيني والجنب ما بردان شديد، ده يقول لك غطيني أنا بردان شديد وده قاعد جنبه سليم. قال لك الفتنة لما تجب القلب، إذا الزول قلبه سليم وبجاهد نفسه الفتنة دي بكون ثابت، وإذا زول مريض عنده مرض في قلبه، مرض شهوة أو مرض شبهة، أقل فتنة بتزعزعه، فتنة بسيطة تلقاه تزعزعه. واستدل ابن القيم رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت كلامه بالمعنى، لكن استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي بعض النسخ في بعض الروايات عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء زح من الفتنة، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ثابت يثبته الله تعالى. وأسود كالكوز، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، أو مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، زي الكوز القلبته تكون فيه موية ما بيثبت، الموية ما بتثبت تتكشح بالجنبات زي ما فيه خير، اسمع على آيات ولا حديث ما بتأثر فيه. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شنو شهيد، ألقى السمع استنط وهو شهيد القلب، جمع بين يعني سماع القلب وسماع الأذن.